السلام عليكم، معاكم رامي السعد في شريط جديد من تورونتو كندا. الشريط ده يا جماعة عايز اتكلم معاكم فيه عن فوائد التنبيت. يعني ايه التنبيت؟ بالانجليزي بيسموه sprouting، يعني ازاي ان احنا ننبت حاجة وازاي الحاجة دي وفوائدها الصحية بالنسبة لجسم الانسان. طبعا احنا ممكن ننبت خضار، ممكن ننبت بقوليات، ممكن ننبت حاجات كتير جدا بحيث هتفيدنا في صحتنا، حبوب ممكن كمان ننبتها. فالتنبيت فوائده ان في انزيمات كتيرة جدا جدا بتساعد جسم الانسان ان احنا نهضم الاكل بتاعنا. يعني مثلا ده تنبيت بالنسبة للحلبة، اوكي، ادي حاجة. ده تنبيت تاني بالنسبة لحاجة اسمها ألفا ألفا. ده تنبيت تالت بالنسبة لحاجة اسمها مانك سيد. كل حاجة من الحاجات دي ليها فوائد مهمة جدا جدا. بعد كده بإذن الله نبقى نتكلم معاكو ازاي التنبيت وايه هو فوائده وفايدة كل حاجة لوحديها. يعني ايه فايدة الحلبة او ايه فايدة الالفا الفا بالنسبة لجسم الانسان. طبعا ان احنا عشان ننبت فاحنا محتاجين جار زي كده، ازاز، و توب زي كده، بحيث ان احنا ممكن ننزل المية عليه ونغسل الحبوب اللي احنا عايزين ننبتها مرة وبعد كده نقعدها في المية لمدة 12 ساعة. لما نقعدها في المية لمدة 12 ساعة وتاني يوم أو بعد 12 ساعة بنشيل المية دي ونخلي الحاجة تنبت. هتبتدي الحاجة تنبت، مفروض ان احنا نغسل التنبيتة كل مثلا ساعتين ولا حاجة. طبعا الستات بتوعنا في كل انحاء الدول العربية اذكياء جدا وعارفين ممكن ينبتوا ازاي، ولكن هو طبعا التنبيت ده بيدينا انزيمات مفيدة جدا جدا لجسمنا. فيعني ادي نوع تاني من انواع التنبيت. فيعني في اكتر من طريقة للتنبيت، واللي عايز طبعا يستفسر عن الموضوع ده ممكن يتكلم معايا وانا ممكن افيده على ازاي ان هو ممكن ينبت. طبعا التنبيت ده غير الانزيمات اللي فيه، ففي فيتامينات ومعادن لا تحصى، وعشان كده بيسموه الميريكال فود او هو الطعام المعجزي. ليه؟ عشان احيانا انزيم واحد عندنا بيفقد ممكن يعمل لنا امراض كتيرة وامراض جينيتك. يعني انا يعني لسه متعلم ان في امراض جينية ممكن تصيب الانسان نتيجة نقص انزيم واحد. تخيلوا بقى لو في انزيم واحد ناقص ممكن عيلة كاملة يجي لها امراض معينة ومن نفس الامراض ديت اللي انا بدرسها دلوقتي، حاجة اسمها فيبري ديزيز، ولقوه ان هو موجود جينيتك وده نتيجة نقص انزيم واحد. فطبعا عشان كده احنا بنقول الزنك واهمية الزنك وليه الزنك وكورونا فيروس، عشان الزنك بيساعد على 500 انزيم. فكل معدن من المعادن اللي احنا بنتكلم عليها دي بتساعد على كرييشن الانزيمات دي. فلو ما عندناش المعدن ما عندناش الانزيم. فتخيلوا الزنك بيساعد على 500 انزيم، فيتامين د بيساعد على انزيمات كتيرة جدا في جسم الانسان. فاما تخيلوا بقى ان لما نعمل سندوتش لاولادنا عن طريقة التنبيت، انا هوريلكم باذن الله دلوقتي ازاي ان احنا نعمل السندوتش ده، هيبقى very very healthy وبعد كده low calorie كمان، فما يتخنش الستات اللي عايزين يخسوا، فهم ممكن يعملوا السندوتش بتاعهم بالطريقة اللي انا هحط لكم في الفيديو. وباذن الله الشريط يكون عاجبكم. وطبعا زي ما قلت لكم كمان من الحاجات المهمة جدا في السبراوتينج ان هو فيه بروتينات عالية جدا، يعني 35% بيبقى في البروتينات، يعني وده طبعا شيء ممتاز.
وبعد كده احنا عارفين ان اي انواع الاكل التاني اللي جاي من الارض ممكن يبقى فيه جلايفوسيت او ممكن يبقى فيه كيميكال. يعني احيانا مثلا تاكل خيارية تلاقي مثلا فيها مرشوشة، اوكي، لكن الحاجات دي لما ان احنا ننبتها في البيت هنبقى ضامنين 100% ان هي مش مرشوشة ولا حاجة، اوكي. فطبعا ان شاء الله. كمان من فايدة التنبيت إن هو ممتاز بالنسبة للشعر وللبشرة وللجلد، وسهل جدا إن احنا يعني ننبت، بس محتاجين حاجة إزاز ومحتاجين غطا، ولحتى لو ما كانش عندنا غطا زي الأغطية اللي عندي ديت ممكن إن احنا نجيب شاشة وبعد كده نغطي بيها وننبت. فيعني سهل جدا يعني قريشات قليلة قوي أو فلوس قليلة احنا ممكن ننبت عندنا في البيت، وبعد كده ممكن التنبيتة دي نحطها على الساندوتش لابننا قبل ما نروح المدرسة ولا حاجة. مثلا جبنة قريش عليها حتة طماطم، وهوريكم بعد كده ازاي ان الواحد نعمل الكلام ده، وعليها السبراوت من فوق، هيبقى بالهنا والشفا. وان شاء الله دايما يا رب في صحة وسعادة. ان شاء الله تعملوا سبسكرايب وشير ولايك، وأشوفكم على خير في الشريط القادم.